إلى نيودلهي، حيث التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القيد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس براناب مخرجي رئيس جمهورية الهند، وأجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس براناب مكرجي رئيس جمهورية الهند الصديقة. جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس الهندي اليوم في قصر الرئاسة راشربتي بافن بنيودلهي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق ضمن زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناول الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأهدى فخامة الرئيس براناب مكرجي رئيس جمهورية الهند أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نسخة من كتاب الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة احتفال لصداقة أسطورية. حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي. هذا وقد جرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم مراسم استقبال رسمية بمناسبة زيارته الحالية للهند على رأس وفد رفيع المستوى. فقد وصل سموه والوفد المرافق إلى القصر الرئاسي راشربتي بافن بنيودلهي، حيث كان في استقباله معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية. بعدها توجه سموه إلى المنصة الرئيسة حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند. بعدها استعرض صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي حرس الشرف الذي اصطف لتحية سموه. وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه من المسؤولين في الحكومة الهندية، فيما صافح رئيس الوزراء الهندي الوفد المرافق لسموه الذي ضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين. كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع معالي محمد حامد أنصاري نائب الرئيس الهندي، حيث بحثا علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند وآليات تعزيزها في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح المشتركة. بعدها قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة لضريح الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي في منطقة راجكات في العاصمة الهندية نيودلهي، يرافقه معالي درمندرا برادان وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه خلال زيارته الحالية للهند. ووقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دقيقة صمت ووضع إكليلا من الزهور على ضريح المهاتما غاندي الذي أرسى في وطنه وأمته قيم الحرية والسلام والعدالة. وسجل سموه كلمة في سجل الزوار جاء فيها: ما أحوج العالم اليوم إلى المبادئ والقيم التي جسدها الراحل غاندي والتي ارتكزت على العدالة والسلام والمساواة ونبذ العنف
وحققت وحدة ونهضة الأمة الهندية، وهي ذاتها المبادئ السامية التي نؤمن بها في دولة الإمارات، والتي غرسها فينا رجل عظيم هو الشيخ زايد بن سلطان النهيان. واطلع سموه على لوحة تحوي حكما للراحل المهاتما غاندي، فيما قدم أمين الضريح هدايا تذكارية ومجموعة من الإصدارات. وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان إلى ساحة الحديقة، حيث قام بغرس شجرة الصداقة وسقى الشجرة التي غرسها الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه في ساحة راجكات خلال زيارته الرسمية للهند في العام 1975. وتضم الحديقة عددا من الأشجار التي غرسها زعماء العالم. هذا وعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة مباحثات رسمية مع معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند. تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون بما يحقق شراكة استراتيجية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها بما يواكب حرص الجانبين وسعيهما لتنميتها على كافة الصعد. كما بحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب والعنف وغيرها من القضايا المهمة. هذا ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات. وشهد صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي ناريندرا مودي مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرت في حيدر أباد هاوس بنيودلهي. كما شهد مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.